أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء المقر أن المملكة العربية السعودية الشقيقة كانت ولا زالت هي السند القوي الداعم للقضايا العربية لما تتمتع به من دور قيادي بارز في الدفاع عن الأمن واستقرار الدول والشعوب العربية والإسلامية. قال سموه أن ما تشهده الأمة العربية من تحديات يحتاج إلى إرادة عربية موحدة تعمل على استنهاض مواطن القوة التي تمتلكها الأمة وتحفظ لها الأمن والاستقرار الذي يساعد دولها وشعوبها على المضي في جهود التنمية من أجل حياة أكثر طمأنينة وازدهارا. جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر بقصر قضيبية صباح اليوم معالي السيد عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية الذي يزور مملكة البحرين حاليا. خلال اللقاء رحب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بزيارة السيد عمرو موسى إلى مملكة البحرين مشيدا سموه بالجهود التي بذلها خلال ترأسه لجامعة الدول العربية في تعزيز العمل العربي المشترك والدفاع عن المصالح العربية بما لديه من خبرة واسعة في العمل الدبلوماسي. شدد سمو على أهمية تكثيف الزيارات واللقاءات بين المسؤولين في الدول العربية والخليجية بما يسهم في تنسيق الرؤى والمواقف في كل ما من شأنه خدمة المصالح المشتركة وتعزيز الأمن والاستقرار. أعرب سمو عن ارتياحه لما تشهده العلاقات البحرينية المصرية من تطور في مختلف المجالات ارتكازا على واصل المحبة التاريخية التي تجمع بين قيادتي وشعبي البلدين. من جانبه عبر السيد عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية عن خالص شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ولمملكة البحرين قيادة وشعبا على حفاوة الاستقبال مشيدا برؤية سموه الحكيمة والمستنيرة تجاه كافة الأوضاع في المنطقة والعالم. ونوه بما يوليه سموه من حرص كبير على تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك ومؤكدا أنه يشاطر سموه رؤيته الداعمة لكل جهد يهدف إلى الحفاظ على أمن واستقرار مختلف الدول.